أنا حياتي كلها إذاعة، أكاد أتنفس إذاعة. كروان الإذاعة، عادل يوسف، صوت الحنين. كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنين؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي في سمعي رنين؟ كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي؟ إنها صورة أيامي على مرآة ذاتي، عشت فيها بيقيني وهي قرب ووصال، ثم تبقى لي على مر السنين وهي لي ماض من العمر وآتي. شعر أحمد رامي. أنا فخور أني عايش في تونس اللي تحب أولادها، حتى الصمت متاعها هو معبر عن كل ما هو حب. فخورين حتى التوا بابا، حتى بعد الأعوام اللي معناها بعد وخذت تقاعد متاعه من الإذاعة، الناس قعدوا يذكروه ديما، حتى مجرد اللي يحط هكا تصويرته على فيسبوك الناس الكل تتفاعل معاه ويبعثوا له رسائل حب. كي نشوف لي كومونتير معناتها سي دي كومونتير معناتها سبونتاني تاع ناس من غير حتى شيء، لا هي باج سبونسوريزي لا حتى شيء، فهمت؟ دي تيمونياج سبونتاني تاع ناس يقول لك قداش نحبوه، قداش معناتها يزاسوسي بابا لل كما يقولوا برشا مثلا الزمن الجميل. هذه حاجه تفرحنا بكل ديجا، كي نبدا نقرا فيهم، نقرا في لي تيمونياج لاخواتي ولا البابا ولا الامي، معناتها فهمت اكثرتهم يبداو يبكيو، فهمت؟ وهو بهذاك كيف ما قال لنا وهو من اللي احنا صغار يقول لنا ان نعيش بحب الناس. اكثر حاجه ربحها هو حب الناس، معناتها ياسر فخورين احنا بابا، على خاطر حاجه هذيا ما معناها حب الناس ما تتشريش بالفلوس. نذكر سي نجيب الخطاب الله يرحمه وينعمه، ياسر يحب بابا، عمل لي انترفيو ان 96 سي جو نمابوز، يا اخي قال لي سالني سؤال، قال لي انتوما تغيروا لو فات اللي بوكم ما يشقش فاتروا معاكم؟ قلت له الله يرحمه ما نجموش نكونوا انانيين، على خاطر العطاء اللي عطاه بابا للاذاعه والتلفزه راجع بحب الناس ليه، واحنا نحترموا هذاك فيه. دونك كنا صغار نبداو فرحانين نسمعوا بابا، ترو فيير، دونك ما نجموش نكونوا انانيين، ديما نقولوها الى يومنا هذا. عاوز تقولي للشعب التونسي؟ أحبك يا شعب، قالها فرحات حشاد الله يرحمه. الله يرحم. تعرف اللي الشعب يحبك؟ ما احنا نحبك أكثر بابا. حيسي شوف تشريها بالفلوس. بهذا الفيض من الحب تربع ولا يزال في قلوب المستمعين، فصوته ترنيمة حب، وذوبانه في أثير الإذاعة قصيدة حب، وتفانيه وإخلاصه وجديته وانضباطه وهدوءه وصمته كلها سيمفونيات خالدة للحب. عادل يوسف، كروان الإذاعة، عزف على وتر الحنين والذاكرة. أحبك أحبك كيف تريدينني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر، وأنك زهرة دوار شمس وبستان نخل وأغنية أبحرت من وتر. دعيني أقولك بالصمت حين تضيق العبارة عما أعاني. صوت معناها ما يسحقش يسير وما يسحقش كذا، تعطيه الميكرو عادل يوسف اللهم صل على النبي. ما شكون قال الكلمة قبلي؟ قالها لي في الإذاعة
اللي ذا القديمة الصمت بتاعك هو كلام أثير الصمت، لأنه يتجنب أنه ينافق، يتجنب أنه يقول كلمة مش في محلها وتولي وكأنها شهادة من عادل يوسف أنه شكر زيد أو عمر. هذيك سي اون دي كاليتي نتاع بابا زيد، انا راها اون كاليتي انه هو خاطر مش لازم تتكلم برشا باش تفهم كل شيء، لو ميو تسمع. مش من النوع اللي يحكي في حاجات اللي ما تعنيش، ومش في النوع اللي يبحث على التجمعات باش يكون فيها هو النجم الحديث ويستأثر بالاضواء. تقول له في الاذاعه صارت هكا وهكا يقول لك ما نعرفش انا سجلت وروحت ما يتكلمش برشا، كي خرج كلمه يخرجها في نطاقها ومعناها في بلاصتها. ماهوش من النوع اللي يدق البيبان على المسؤولين، ديما يرى انه العمل نتاعو هو الباسبور نتاعو وهو اللي عرف به وهو اللي وصلوا الناس. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. برشا حب متبادل، لكن عمري ما غلطت في روحي وظنيت لي أنا حاجة كبيرة، لا، إنسان عادي. عادل يوسف الاسم كبير خارج أسوار الإذاعة، وصيته واصل يعني إلى ربما خارج الحدود، وكل الناس كي يقدموه بافتخار واعتزاز كبير هذا الأستاذ عادل يوسف، لكن هو كان ياسر متواضع في تقديم نفسه. التوى معناها يقول لك سي عادل، اللي ناس يعني مازالوا يتفكروا عادل يوسف الجينيراسيون بتاعي أنا واللي قبلي واللي يقول لك عادل يوسف معناها إنسان نابغة، وهو ما يحبش راه بابا الكلام هذا، ما يحبش يسمع. ياسر هو انسان ماهوش مغرور، انسان ياسر معناها يقول لك انا يحب البساطه، ما يحبش شكوني حتى كي الناس تشكروا وجهه حمار، يكره الغرور واللهث وراء النجوميه بالنسبه لبعض الاسماء. قريب للناس معناتها فهمت، دونك هو معناتها يعتز بحب الناس، دونك ما نجمش تكون مغرور وانت معناتها هذيك اهم حاجه عندك هي حب الناس، فهمت؟ خاطر حتى لو كان باش تعمل روحك متواضع يفيقوا بيك الناس، دونك هو طبيعته هذيك هكا. كانوا فما دي مامون في المكتب اوتوغراف سي عادل، خاطر ما فماش وقت نتصوروا معاك ولا فما التليفونات المعجبات في الدار يكلموا ماما، كانت ياسر طول عمرها اعصابها بارده وكول. يحب اللي يحب عادل، أنا تجيه الجوابات عادل، كان ترى قداش جوابات نتاع المعجبات اللي بيه. علاش اليوم الناس تفتخر بعادل يوسف وتقول شحرور الإذاعة؟ عادل يوسف ما هوش مساحة صوتية فقط، عادل يوسف لو لم يكن رجل يحترم نفسه، يحترم المتلقي ويعد إعداد جيد لما يقدمه ولا يسمح لنفسه بالخطأ، لما كان في المنزلة التي وصل إليها ولما وصل إلى قلوب الناس. وحب الناس هذا هو اللي خلاني مش عادل يوسف بركة، دوبل تريبل قد ما تحب عادل يوسف، خليك كروين الإذاعة هكا يقولوا. بالحب وبالحلم إذن انطلقت رحلة الكروان منتصف القرن الماضي، بمشهد عابر في حلقات الزمن نحت قدر أسعد الملايين من عشاق الخيال والجمال. حب الناس هذا مكسب ما كنتش خم فيه بالكل، علمهولي واحد اسمه كمال بركات، كان مساعد ليوسف بيك وهبي، يوسف وهبي الممثل العظيم. بدأت الحكاية يحبوا ولد صغير يتكلم باللهجة المصرية، خالي وقتها خو الوالدة قالوا عندي ولد أختي يتكلم قالوا جيبهولي. هزني الولد اسمه بلحة، بلحة بالمصري يعني تمرة، قال ولد يا بلحة فنجان قهوة مضبوط وحياة أبيك. نقول أنا البن بلا أفيا خلص،
معك تعريفة نشتري به بن؟ يقول شيء جميل، قهوة بلا بن. قل له ماذا قلت؟ ناس لا يوجد عندهم دم، ما فيش عندنا دم. طب والله لما أقول للمعلم لما يرجع يقول لي لا لا يا سي بلحة، أنا لم أقل ذلك، لم أشأ أن أقول ذلك. من بدايه مغاليكا من هنا انطلقت الحكاية، حكاية العشق للمصدح وللإذاعة، من باب موارب للافتتان والحلم بدأت. أعجب بي كمال بركات وأصبح يعطيني في المسلسلات، مثلا المسلسل اللي فيه قمر الزمان وهو صغير، عنترة العبسي وهو صغير زادة، يعطيني أنا ديما الأدوار الرئيسية. فمن عام 52 56 دخلت في جنة الأطفال مع محمد حفظي، كان اسمه بابا سنبل البرنامج. العودة لتونس يعني 59 في الإذاعة، كيف رجعت 59 قدمت مطلب على أساس ندخل ممثل، يعني كنت في الفرقة التمثيلية وأنا صغير. فاللجنة اللي استمعت إلي قالت هذا صوته يصلح مذيع أكثر من ممثل، فكان الأمر كذلك. لكن للحكاية بداية وأصلا، ومبتدأها وأصلها فتى حالم موهوب تقاسمه نصفان، تونسي ومصري. والدي صعيدي من صعيد مصر، خدم في اسكندرية في البحرية المصرية حتى أصبح ضابط كبير، وعاش في اسكندرية وأنا تولدت في اسكندرية. ولكن بعد ولادتي بأشهر قليلة توفيت والدتي، فكفلني جدي مختار العياري اللي هو كان إنسان نقابي من جماعة محمد علي الحامي، اتهم بالشيوعية ونوفي إلى مصر في العشرينات، فهز عائلته الكل من جملتهم والدتي اللي كبرت غادي وتزوجت بمصر. عام 50 أكتوبر 51 بالضبط جدي تأثر وكذا، حب نرجع تونس، نحب نموت في بلادي، فهزنا الكل معاهم انا جينا لتونس. لكن وقتها مازال الاستعمار موجود، فقلقوه رجع لمصر خلاني انا هون. فخلطت عام 56 قعدت مع عزيزي غاديكا مده معينه، لكن جاء الاستقلال بعد 56، فهو رجع لتونس وانا قعدت غادي من 56 ل 59. 59 خرجت من اسكندريه بعد ما سدت في وجهي كل الابواب في مكتوبي 500 مليم 50 قرش مصري، قررت نجي لتونس. كنت باش نموت باش نمشي لمصر، لكن ما قعدتش، ما كنت حب تونس برشا. وفي العودة إلى تونس وتحت سمائها كانت ولادة نجم، نجم تسلل إلى القلوب فامتلكها بسحر صوته وروعة إلقائه. في الإذاعة أول برنامج قدمته كان للشاعرة الرقيقة زبيدة بشير، ما كنتش أقول اسمي، فالناس بدأت تتساءل شكون هذا مدير الإذاعة وقتها، قال لي بالله قول اسمك، فقلت تقديم عاد يوسف، فبدأت عدل الناس تعرفني من الستينات. هكذا تحول عادل عوض عبد اللطيف الفتى الحالم بأثير الإذاعة إلى النجم الإذاعي عادل يوسف، تيمنا بمذيع مصري مشهور اسمه عبد الوهاب يوسف، ولذلك حكاية أخرى. عادل عوض عبد اللطيف علي درار 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 البيت البيت بيت ما نعرف مش البايد. لا مش بايد. كانوا يسألونا ديما كيفاه انتم ابوكم عبد يوسف وانتم لقبكم عبد اللطيف، هو عوض عبد اللطيف، اما في تونس ما ينطقوش عوض، يقولوا عوض، احنا مش عوض. عوض ما انا احنا مش بدل اي حد تاني، صح؟ صح. دونك ما عرفوش ينطقوها، يا اخي جنن بابا قال لي نرجع لعبد اليوسف، خليكم انتوا عبد اللطيف. ليست الاسماء احيانا سوى خديعه الاضواء، اما الحقيقه فقد اختزلها عادل يوسف في طريق ومسيره، التقط ضياء الكلمات ونثره دررا متلألئة. على بركه الله نرحل هذا الصباح مع كلمات الامل والحب والجمال، فنحن لا نعيش بالخبز وحده، نحن نعيش كذلك بالكلمات
فتفعل فينا فعل السحر. زخارف. أغنية وقصيد. أغنية وقصيد، برنامج من إعداد الدكتور جعفر ماجد. نقوش على سطح الذاكرة. نقوش على سطح الذاكرة، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز. تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاب. هي بعض من عناوين برامج يصعب حصرها وتفيض بها خزائن الذكرى، أمتعت وآنست عشاق الأثير لسنوات طويلة، وتناوبت على إنتاجها أسماء لامعة تهافتت على صوته، فشدى بشدوها الكروان ورافقته في الكثير منها نصفه الإذاعي مفيدة زهاج. المنجيل هما بنفسهم يطلبوا باش برنامجهم، ماذا بيهم كل برنامج هذاك انت او الشبكه، ماذا بيه ما يتهنى لما يعرف باش تقدموا مفيده وعادل. شكون يخدم مع احمد الغمام؟ هو تدب عادل يوسف. الدكاتره اكثرهم ما كانوش يجيوا يسجلوا بصواتهم، يحبوا عادل. قالك شبيني انا باش نملك الاذاعه، العباد تقلق مني. وهل تحلو الاذاعه الا وصوته جزء منها ترنيمة ملائكية آسرة؟ وهل تمل الآذان تغريده الصافي الندي كأنه صلاة أو نفحة من الجنة؟ وهل تغفل الروح عن الترديد والهمس معه بعد كل نداء إلى الصلاة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهل لأمسيات رمضان عبق بغير صوته يملأ القلوب أنساً وسكينة؟ رمضان ملء قلوبنا. تحية يقدمها لكم يوميا طوال هذا الشهر المبارك عادل يوسف. كيف نقول رمضان ملء قلوبنا؟ نحس برشا حاجاتك نرجع لها. تعدت ايامات حلوة ياسر، وتعدى ايامات وسويعات حلوة ياسر. نبدأ مثلا قبل شقان فترة بساعة ساعة ونص تقريب، ناخذوا يعطونا سيديو أما سيديو خمسة ولا سيديو ثمانية، ومن بعدش يعملوا ربط ما بين سيديو اثنين وقت اللي يجي الوقت نتاعنا، ربط ما بين سيديو اثنين وسيديو اللي خلينا خمسة ولا ثمانية، نخدم أنا ساعة يوسف. يخرج له بكري باش يحضر، يبدأ يحضر حتى من الدار، يمشي للبيرو يبدا قاعد يحضر شو يعدي وقداش من دقيقه، معناها تشد له القران يوفى هو والقران ويقول الله اكبر. ماما تحضر العشاء، نهز القوفه انا نحب ديما نمشي للاذاعه ونقعد في مع التكنيسيان. بابا يبدا داخل في الاستوديو، يراني اللي جيت يعرف اللي العشاء جاي، نقعد نتفرج فيه شويه ومن بعد نرجع للدار. أنا مشيت كمان مسجان من تونس، لكن نتفكر اللي احنا نقعد ونتعشى وحدنا، معناها مي بون سيتي با، ما نحسوهاش كأنها نقص، بالعكس بابا قاعد يخدم والناس كل تحط الراديو وتعدل الراديو باش يسمعوا معناها تحية الغروب على صوته هو. حاجة استنسنا بها ملي احنا صغار، وقت شقان الفترة ما يبداش معانا، بعد يخلط بابا بعد تحية الغروب بساعة تقريبا ساعة ونص يرجع للدار. نبداو قاعدين مع بعضنا احنا نشربوا حاجه هكا، نستناو حتى لين يجي. قال لي ما عادش استناوني، تعشيو على رواحكم. هو ديما يقول ما تستناوش، تعشيو ومن بعد احنا انا تو كي نجي نتعشى. ولينا عاد مع بعضنا انا ولادي كبروا، ولينا نتعشاو
كيف يجي نحط له شيء افيك لو ريكول تو نقول وي معناتها تضحيه معناتها لمت رمضان وحده اما وقتها كانت حاجه عاديه خدمته هذيك خدمته فهمت دونك الحمد لله معناتها محبه الناس هي اللي تنسي كل شيء. رمضان نجم بالهدايه ساري، رمضان نهر بالتراحم جاري، رمضان عطر نرتوي بعبيره، ونذوب شوقا في سنة الأسحار، كل الخلائق ترتوي من نبعه، والكون يعبق من شذى التغفار، والقدر ليلته تضج بنورها، فتبارك الأيام بالأنوار. تشتهي الكلمات أن تكون عطراً أنت ناثره، فمن أين تأتي بالفصاحة كلها؟ وهل الفصاحة إلا جواز سفر إلى القلوب والأسماع المرهفة كسمع الزعيم بورقيبة مثلاً؟ يقول لهم أعطيه لسعاد يوسف رو فصيح، إنسان فصيح لذاعي كل شيء عنده، شكون يتكلم في ذاتي يقول. الفصاحة جواز سفر مفتوح، فلا تحلو حفلات فنية أو مناسبات رسمية دون أن يوشح مقدمتها عادل يوسف بالصوت والصورة أيضا. والحاضرين الآن مفاجأة، الأغنية الأصيلة تبقى تتردد على الألسن رغم مرور الأعوام. خلخال بورتلين فوق الحنة أغنية يؤديها ملحنها ومؤلفها الفنان الهادي جوين. أيها السيدات والسادة، إلى الطرب والغناء الشرقي مع الفنان الكبير ضيف تونس محمد عبد المطلب. ختاماً سيداتي وسادتي لهذا الحفل الساهر المشترك بين ليبيا وتونس، الفنانة سلاف. تغني سلاف من كلمات رضا الخويني وألحان شادي أنور، مثلت بعسل وسكر، وإلى اللقاء في سهرات قادمة. لكن الأضواء لم تكن لتبعده عن عشقه الأول، يظل القلب عاشقا للمصدح، وتظل الروح مسكونة بألق الأثير وسحر الإذاعة. فمن يعرف عادل يوسف عن قرب يعرف حجم حبه للإذاعة وإيمانه بدورها التثقيفي، ويعرف مدى تقديسه للكلمة ولسلامة اللغة، ويعرف شدة انضباطه وحزمه في العمل. مهمة الإذاعة ترتقي بالذوق العام، توصله الثقافة، أن تقدم شيء جيد يترك أثر في المستمع ويفيده، مش تهبط له ذوقه إلى الحضيض. نحب الإذاعة، نحب الإذاعة المنفصل، مخدم ياسر الإذاعة. اللي يشوف عادل يوسف في إعداده للعمل واحترامه للعمل تقسيمه للوقت، كل شيء يعطيه حقه، ما فماش أكل الارتجال والاعتباطية. رجل يحترم اسمه، يحترم مسيرته، فما يقدم حاجة للمستمع إلا ما يكون هو ديجا قام بإعدادها بشكل جيد وتشبع منها. إنسان معناها جدي ومجتهد والعمل متاعه نظيف، هذا ما يخلي لكش الغلطة، ما يخلي لكش حاجة إلا ما يكون هو مرتاح وراضي عليه العمل. هو منظم في وقته، يجي قبل الوقت ساعة ولن يحضر البرنامج نتاعو، يحضر البرنامج نتاعو مع الجينيرسون، يحضر البرنامج نتاعو مع المسرعيين، نعمل ديزيسي قبل. المقولة اللي يرددها في أكثر من مناسبة، ما تنجمش تبلغ نص المتلقي إذا أنت ماكش فاهمه. فهذا علاش ربما تلقاه قبل التسجيل بساعة قاعد في الصالون بحذاه المعجم ويقرأ أبيات الشعر ولا النثر ويتأكد من عين الفعل، ولاحظت برشا مرات حتى يحصل له شك، يشوف المعجم ربما ماهوش مقتنع به. عنده بعض الأشخاص كما سيبورا بن عبد العزيز، كما أحمد العموري، يكلمه يقولوا مثلا هذه كيفاش وهذه كيفاش، ما عندوش حرج، المهم يتأكد من المعلومة متاعه
المهم يقدم حاجة سليمة للمتلقي. ساعات مذيع ما يجيش ولا يجي مخر ولا وعاد يوسف يسكن بحدنا. نعملوا بالتليفون ما يقول لك لا ولا يجي عادل يوسف والله العظيم ويلعب ويضحك في الصباح بس 5:30 الصباح. قبل 5 يقوم ويدوش ويعمل كل شيء يقعد يخدم شوية قبل الوقت باش يمشي يحل إذا يخرج تلقاه يزر بين نقف في الشباك نلقاه ديجا عادل وصل للإذاعة طلع. وأنا مطقت كلمة ما تعيط عادل يوسف جيت. كان موازف ويحب الإذاعة يحب الإذاعة حتى ما عادش. كان وقت الأستوديو وقت حجز الأستوديو مقدس عنده. يعني قبل بساعة يكون حاضر ويعد للحلقة متاعه ويختار المقاطع الموسيقية. وقت تنفيذ الحلقة رغم أنه الحجز يتجاوز الحلقة بمساحة من الوقت يحاول ينفذها وكأنها حلقة مسجلة لكن في ظروف المباشر ما يضيعش وقت يحترم نفسه يحترم التقني اللي معاه. فما ناس ما تعرفش عادل يوسف إلى أن جات الفقرة الومضة التاريخية واللي تقديم تاعها بصوت بابا واللي يقول فيها التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق ابن خلدون. أنا قلتها باش تصحح لي. ومن يعرف عادل يوسف عن قرب يعرف أيضا تشدده وغيرته على كل هذه القيم، قيم الانضباط والإخلاص للعمل والرغبة المتواصلة في التعلم والمعرفة والثبات على المبادئ. إذا لقى أشخاص يحس معاهم بتجاوب تفاعل بتناغم يبقى على نفس الفريق. ربما السيدة مفيدة زهاق من أكثر الأصوات اللي خدمت معاه في تجارب متعددة في برامج متعددة، ورغم تداول الشبكات البرامجية قعدت التامبر ذاك ديو عادل يوسف مفيدة زهاق قعد قار فترة طويلة. صديقي المستمع أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن. علاش التناغم؟ مش التناغم أصوات، يعني الأصوات ينجم يلقى أي صوت وفما برشا أصوات كانت موجودة في الإذاعة، لكن هو التناغم مع الشخص لأنه يلقى معه أريحية. الإدارة هي اللي تكلف بتقديم البرامج، ولكن هو لقى راحته معايا كيف ما أنا، وخاصة ينجم قل لك هو نجم يخدم مع سيدة أخرى ولا طفلة أخرى، لكن معايا أنا هو بيدو ولا يبعد على باش يخدم مع أصوات أخرى، لأنه باش يتعب باش يغلط تغلط باش يقعد يعاود باش يخير يخدم معايا أنا، يبدأ ديما يفركس كيفاش نخدمه جميع. إذا تحترم التوقيت وتحترم الإعداد الجيد ما عندوش إشكال معك. الإنسان اللي عنده موعد حجز استوديو 9 ويجي 9:30 ما ينجمش يخدم مع عادل يوسف. الإنسان اللي ما يعدش النص متاعه إعداد جيد ويدخل للأستوديو وتتكاثر أو تتالى الأخطاء وقتها باش يبدأ يراجع ويدقق ما نجمش يخدم مع عادل يوسف. الإنسان اللي ربما ما هوش فاهم إيش قاعد يقرأ ويقرأ البيت ما يعطيهوش حقه وما يعطيهوش الوقفة الصحيحة وما يعطيهوش الطون الصحيح ما نجمش يخدم مع عادل يوسف. سألتك أن تتركيني 5 أشرح للكون فيها انبثاقات كفيك حين تسيلان وردا علي، وأشرح كل المواجد منذ اختبأنا بظل القصيدة حتى افتضاح شموس دمانا بظل فراشة، وأمنح ليل امرئ القيس شعرك والسيف صوتك والنار بعض الذي في براري شفاهك من فطنة وبشاشة. أحيانا كي ما تبلغش النص يتشنج يغضب. مرة أخطأت رغم اللي ثم مراجعة سابقة لتقديم الحلقة غضب تشنج ما رديتش الفعل، كملت التسجيل غادرت الأستوديو والتحقت بأستوديو 2 لحظات. أول ما سلم الحلقة جاني الأستوديو 2 باسني
قال لي انا نعتبرك كما ولدي، اذا كان انفعلت راه لمصلحتك انت. عادل يوسف يعني صدقني تحفون تحفون تحفون، تحس صفاء السريره، يعني تحس لما يحكي لك او ينصحك او يحاول يعلمك ما يخبي عليك حد شيء، هو يحاول يفيدك، يحاول يعطيك مشعل بتقديم افضل ما عنده، وهذا الشيء اللي لمسته عند عادل يوسف. الصعب متاعو مش معايا انا، لانه لقى معايا الراحه في التقديم وفي الشكل وفي النص وقت اللي نقراه، ولا شعر وقت اللي نقراه نقراه صحيح من الاول. وقت الخدمه خدمه. هو صعب الميراث في وقت العمل، وصعوبة ذيك ما عنديش إشكال في التعامل معها، لأنه حتى الوالد بابا كان الله يرحمه كان صعيب شوية. احنا عطينا الخدمة تمشي وفيها كل شيء، وقت الولي ونلعب ونضحك خارج العمل تلقاها صاحب نكتة، يضحك يبتسم يتعامل معك كولد. من يعرف عادل يوسف عن قرب، من خبره وعاش معه، تعلم الكثير وغنم الكثير. رجل صاحب فضل علي، ويعني نحن من الناس اللي تربينا على عقلية اللي عنده عليك فضل إذا ما تقدر تردو عدو. نمشيو للفونوتيك ونجبدو الكراسة ونفركسو، نحاول نقول المطرب الفلاني إش كان يغني، نجبد إذا كان نوع المطربين والمطربات، نشوف شنية الأغنية اللي نجم قدم الموضوع هذا مع الموضوع الآخر. غرمني به وعلمه لي عادل يوسف. بعد 3 سنوات من العمل تحت إشرافه دخلت عززت قسم الأخبار. الباسبور اللي دخلت به باش نلتحق بقسم الأخبار هو التجربة اللي تمكنت منها من قراءة النصوص ومن التعامل بأريحية أمام المسلح. هذا تعلمته في التجربة هذه متاع 3 سنوات مع عادل يوسف. علمني أنه القراءة مش قراءة، أنت تقرأ للمتلقي لا يراك ولا يقرأ في النص، لكن يزمه يفهمه. فتقطيع الصوت، تلوين الصوت عنده أهمية في تبليغ الرسالة. هذه حاجات تعلمتهم منه واستفدت منهم. ما أجمل الحياة وما أقساها، وما أحلاها وما أمرها. هذه الأوصاف كثيرا ما نستعملها على مر الأيام حسب الظروف المتناقضة التي نمر بها، وحسب الحالات المتقلبة التي نعيشها، لأن الحياة بما تحمله من معنى لا تعرف استقرارا، ولا يمكن أن تسير بنا في خط مستقيم لا ميل فيه. ولعل هذا ما دفع أبا القاسم الشاب رغم صغر سنه أن يقول لنا: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم. أول حاجة زرعها فيها حب المطالعة والمعنى قراية الكتب. كي كنت أنا صغيرة بالكل طول عمري من حتى 3 سنين 4 سنين قبل ما نرقد، بابا كان يحكي لي خرافات من الإلياذة والأوديسة. معنى أتصور أنا من وقتها وأنا نعود في عالم تاع هذي، نحب في ساعة تعلمت القراية باش نشد المطالعة. أنا كنت غاوية تمثيل، نحب نمثل نحب نمثل. يقول لي يا بنتي طريقه صعيب، واللي عنده عزيمة وقوة أعصاب هو اللي يوصل. كان مستعدة امشي تمشي، كانك ماكش مستعدة خليك وبلاش. أكثر حاجة أنا نقول كلمتي، معناتها هو ديما يقول كلمته، معناتها ما عندوش مثلا شي جامل ولا حاجة، فهمت؟ ما نجمش النفاق وكل حاجات هذوكم، ديما صراحة وديما زيد عن احترام، لاحترام الناس. هذو معنا من القيم اللي لقيتها عن بابا، والجدية، الجدية في الخدمة. قل لك معناتها لو ترافاي سي ساكري، معناتها بالنسبة لي هو فهمت، معناتها تحب تقول عبادة. هذو من الحاجات اللي أنا باقي يقعدوا معايا ونعيش بيهم، معناها المبادئ اللي علمهم لي بابا نحاول ديما نطبقهم. حاجة اللي علمهنا مبادئكم، فكرتكم، كان حاجة تعجبكم تعملوها وانتم مقتنعين، حاجة ما عجبتكمش تقولوا لا، واللي تعلمتوه معناها اللي علمته لكم أنا هذاك اللي تمشيوا عليه. لم أكن يوما ملكا، ولم أنحدر من سلالات الملوك، غير أن الإحساس بأنك لي يعطيني الشعور بأنني أبسط سلطتي على القارات الخمس، وأسيطر على نزوات المطر وعربات الريح، وأمتلك آلاف الفدادين فوق الشمس،
وأحكم شعوبا لم يحكمها أحد قبلي، وألعب بكواكب المجموعة الشمسية كما يلعب طفل بأصداف البحر. أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن نلتقي في رحلة جديدة نتمنى لكم حياة مليئة بالعمل المفيد. ولنا فيما نثرت من عطر الكلمات ذاكرة وتذكر، ولك فيما حوت قلوبنا من حب ووفاء حياة هي كل الحياة.